بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجكم العالمي. حلقتنا النهارده مليانه بالاخبار الحصريه والاخبار العاجله لكره القدم. طبعا زي ما حضرتنا شايفين امبارح بدا الدوري المصري. طبعا بشكر السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي على رجوع عوده النشاط مره اخرى. طبعا يعني امبارح كان مشاهد قويه طبعا في ماتش المصري والزمالك. طبعا بنشكر برضو اللجنه الخماسيه الاتحاد المصري لكره القدم بعوده النشاط الرياضي عمرو الجنايني ودكتور كابتن وليد العطار بعوده النشاط مره اخرى. طبعا عوده الروح الرياضيه على مستوى الانديه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. معايا النهارده ضيفي العزيز ارحب بيه طبعا بعد ما ناخد اخبارنا، كابتن عبد الظاهر السقا. نستحق تعادل امام الزمالك والحكم تغاضى عن احتساب ضربه جزاء. طبعا امبارح احنا شفنا الماتش بين الزمالك وبين المصري. طبعا المصري كان مستحوذ على نسبه اكبر من المباراه، ولكن الزمالك في اخر 10 دقائق من المباراه اخر ربع ساعه طبعا قدر يحط هدف الفوز لمحمود علاء. طبعا حكم المباراه كان فيه احتساب ضربه جزاء. طبعا كنتوا انتوا طبعا امبارح بتتفرجوا شايفين الماتش وشايفين طبعا عدم احتساب ضربه الجزاء. معايا خبر تاني، الزمالك يعلن جاهزيه اشرف بن شرقي ونجم للقاء الاتحاد السكندري الاثنين القادم. طبعا زي ما احنا عارفين ان في ماتش يوم الاثنين القادم الزمالك والاتحاد السكندري. معايا كارتيرون يشيد بالثنائي الشباب حسام اشرف واسامه فيصل في لقاء امس. طبعا عارفين قطاع الناشئين في نادي الزمالك كان مصعد امبارح حسام اشرف واسامه فيصل، كابتن كارتيرون كان امبارح بيشيد بيهم قدام لقاء المصري. طبعا زي ما احنا عارفين برضو زياد فرج كان متصعب برضو من ناشئين النادي المصري عن طريق الدكتور ميم عبد الرازق. طبعا في قطاع الناشئين عندنا مجموعه مميزه بلعيبه كره القدم، فريق الامل عندنا احمد يوسف، عندنا عبده امين، عندنا زياد فرج، عندنا محمد الجمل، يعني مجموعه مميزه. طبعا ان شاء الله الدكتور ميم وكابتن طارق العشري طبعا يبصوا عليهم تاني. طبعا عندنا فرج عامر الزمالك افضل نادي حاليا في مصر، ورمضان صبحي افضل لاعب وتمنى ضم صالح جمعه. طبعا ده تصريح من فرج عامر رئيس نادي سموحه. الاهلي يعلن جاهزيه ايمن اشرف لمواجهه انبي وازمه رمضان صبحي. الاهلي بيعلن ايمن اشرف في جاهزيه لمواجهه انبي وازمه رمضان صبحي في تصاعد الازمه في بعد طلب هدرسفيلد اللاعب للتدريب. طبعا نادي هدرسفيلد عرفنا ان رمضان صبحي كان معار هناك السنه اللي فاتت. طبعا النادي طلب ان يبدا تمرين تاني من اول وجديد معاهم. طبعا في ازمه بين اللاعب وبين النادي الاهلي، فان شاء الله تحل على خير. طبعا هرحب طبعا بضيفي العزيز لاعب نادي اتحاد الشرطه الهيئه العربيه للتصنيع ومدير فرع مصر المقاصه بالمعادي، مشرف عام على اكاديميه جونيور الروسي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. برحب بالكابتن احمد حسين. اهلا وسهلا كابتن احمد، شرفتني يا كابتن احمد في البرنامج. كابتن شرف ليا. حبيبي يا كابتن احمد. في البدايه كابتن احمد حابين نعرف نبذه مختصره عن اكاديميه جونيور الروسي ودورها في نشاه تاسيس اشبال كره القدم في مصر. أكاديمية جونيور تبع نادي سبارتاك موسكو في روسيا. احنا واخدين الفرنشايز بتاعها هنا في مصر. دورها تأسيس والإشراف على دور الأكاديميات في مصر وعمل أكاديميات على مستوى جمهورية مصر العربية. تمام. من واقتناص اللعيبة واكتشاف المواهب لاحترافها خارج جمهوريه مصر العربيه. تمام. طيب وايه هو طموح كابتن احمد اكاديميه جونيور بعد عوده النشاط الرياضي في مصر؟ زي ما انت شايف ان عوده النشاط مره اخرى. الحمد لله بعوده النشاط. بص احنا اللي عندنا طموح، اولا ان شاء الله هنشترك في الاتحاد المصري لكره القدم. تمام. عندنا طموح اكبر بتنظيم كاس عالم جونيور بتنظمه سنويا. ان شاء الله نسعى للحصول عليه داخل جمهوريه مصر العربيه. يعني اعرف من كده ان الدكتور محمود سعد ده التصريح بان الاكاديميه مرخصه، الاكاديميه تلعب الدوري. تمام. ان شاء الله ليك الحق انك تأيد لعيبه اجانب. لينا الحق ان احنا نأيد لعيبه اجانب داخل جمهوريه مصر العربيه. تمام. طيب كابتن احمد، عايز اعرف من حضرتك كيفيه استثمار تجربه محمد صلاح. شايف طبعا ان اللعيبه الناشئين والبرايم
بيعشقوا حاجه اسمها محمد صلاح وحلمهم حلمهم. تمام. بص كابتن محمد صلاح سيمفونيه ومعزوفه في الوطن العربي الكرويه، وحلم كل لاعب انه يوصل للمستوى اللي وصل فيه الكابتن محمد صلاح. محمد صلاح مارس الاحتراف باحترافيه، اشتغل على نفسه، حافظ على نفسه. كل لاعب لو عنده طموح وعنده الموهبه وحس بنفسه ان هو يقدر يسافر ويتاقلم بره في المعيشه، لان في لعيبه كوره كتير قوي لعيبه كوره سافروا ورجعوا ما قدروش يتعايشوا بره. تمام. لازم يعرف يتعايش ويعرف يعيش الاحتراف باحترافيه. تمام يا كابتن. ويشتغل على كده. حلم لازم وطموحه ان هو يحافظ على نفسه، ما يجيش يروح يلعب سنه ويرجع ويقول ما اقدرش اتاقلم. لا، الاحتراف صعب مش سهل. تمام. طب عايز اعرف كابتن احمد المعوقات والصعوبات التي تواجهك خلال عملك بالاكاديميات، ايه المعوقات والصعوبات اللي واجهتك في جونيور ولا على الاخص؟ ده في جونيور يعني على الاخص كتير. الاخص كتير. طيب عايزين نتكلم على لا جونيور الحمد لله ما عندهاش اي عقوبات. الميزه اللي فيها بقى اللي هي متلاشيه العقاب دي، اللي احنا ما بنتكلمش ولي الامر مباشر. في عندنا نظام اسمه اطلعك على تمام تمام ممكن اشوف النظام. تمام. والمشاهدين الاعزاء كده ده نظام البي ار سيستم. تمام. الاي ار بي سيستم. تمام. ده نظام زي الابلكيشن كده، صوره الولد بتنزل عليه، مواصفات الولد من حيث الطول وحيث الوزن. ده بيبقى متصل بالمدير الفني بتاع الولد، بيقيم الولد كل تمرين. طب لو في استفسار، في سوء سلوك مثلا تام من الولد، في تنازل في هبوط، بنبتدي احنا على الابلكيشن ده نراسل ولي امره بالاخطاء او المميزات للولد. تمام. وبالتالي المدير الفني بيقدر يقايم اللاعب عنده. في نفس الوقت في المضاد ولي الامر بيقايم المدير الفني زي نظام تقييم كده. تمام. يديله نجمه، يديله اثنين، يديله ثلاثه في الابلكيشن. تمام. طب في مشكله مع الولد نفسيا، مع ما ينفعش المشكله بتاعته برضه هيعرضها على البي ار سيستم. تمام. الاي بار سيستم بتوصل لنا احنا، مش الاكاديميه كلها ما تعرفش حاجه عن المشكله. تمام. بتتحل داخليا برضه. تمام تمام. يعني كل حاجه على نظام السيستم. ما بنخرجش بره، ما فيش ولي امر يخش يتكلم. لا عندك يعني مشكله، يعني مش ولي امر يخش يتكلم مع اللاعب ولا يتكلم مع ولي مع المدرب. عندك ولا حاجه قولها على النظام اللي احنا مدينه له، ودي ده نظام موجود في مصر بس، يعني في 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 جونيور بس. تمام. مش في حاجه تاني. تمام. على سيستم النادي. على سيستم النادي. والتقييمات. تمام. ديت على فكره بتوصل بره على طول في سبارتاك موسكو، التقييمات بالنسبه للمدرب وبالنسبه للعيبه، بحيث انه يقدر يقايم اللاعب بامكانياته، ويقدر يقيم المدرب بحيث ان هو ممكن يخش يعمل دورات اونلاين عندنا وياخد شهادات دورات تدريبيه من هناك. تمام. ده بالنسبه للمدربين. بالنسبه. طيب لو انا عندي لعيب كويس كويس وعايز اعمل معايشه للاعب ده مع النادي، ايه اللي بيتم؟ من خلالنا، بنراسل النادي على طول. بتراسل النادي والنادي بيعت ياخده حسب امكانيات اللاعب. على طول. واحنا بنعمل معايشات اصلا. تمام. بتعمل معايشات سواء للمدربين او سواء للاعيبه. طبعا. تمام. طيب كابتن احمد، حابب برضه اخد نبذه عنك برضه، يعني تعرفني انت كنت ماسك انديه. انا سمعت انت كنت ماسك انديه في السودان تبع نادي السفارات. مسكت سفاره جنوب السودان واسست لهم اكاديميات، ومسكت الفريق الاول بتاعهم داخل جمهوريه مصر العربيه، وحققت المركز الثالث على مستوى السفارات. بس قابلني مشكله معاهم هم كده في السفاره، يعني ما كانوش عايزين يوثقوا لي العقد بتاعي، فما كملتش معاهم بعد الحصول المركز الثالث على السفاره. تمام. طب عايزين نعرف حضرتك برضو، انت ماسك نادي شركه وادي شركه النيل لتسويه البترول، عايزين نعرف برضو شكل الدوري ده نظام. ده دوري داخلي، دوري داخلي لقطاع البترول، خاص بقطاع البترول بس. تمام. عندنا في حوالي خمس مجاميع عموم اللي هم تحت ال 35، وحوالي ثلاث مجاميع فوق ال 35. دوري قوي على فكره، وفي لعيبه منتخب مصر بتشارك. تمام. حصلت معاهم، صعدت بالفريق بشركه النيل تسويه البترول 2015 2016 و2018 2019، صعدت بالفريق اللي انا ماسكه، وصعدت بفريق الرواد 2019 برضه نفس السنه. تمام. طب كم فرقه مشاركه في الدوري ده؟ ده دوري داخلي جوه شركه البترول، جوه قطاع. جوه قطاع. جوه قطاع. كم فرقه مشاركه في الدوري؟ هقول لحضرتك، هو المجموعه عندنا احنا حوالي خمس مجاميع، المجموعه من 10 ل 12 فرقه. تمام.
من المجاميع بتبقى بتتراوح من 10 وما تزيدش، ما تقلش عن 10 وما بتزيدش عن 12. تمام تمام. يعني حوالي 60 فرقه في العموم، وتحت في الـ في الـ في الرواد اللي هو فوق ال 35 ثلاث مجاميع في 10 بار حوالي 30، يعني حوالي 80 فرقه في الكوره بس. وبعدين القطاع ما بيلعبش كوره بس، تمام، باسكت بيلعب كل حاجه يعني، بيلعب جميع الالعاب، جميع الالعاب الرياضيه. طب تمام خلاص، احنا يا ريت برضه نبقى نغطي ان شاء الله الدوري دون، ناخد فرصه نغطي الدوري بشكل والله يا ريت الداخلية. تشوف الدخله القانونيه بتاعته ازاي، بنحس وزاره البترول او الهيئه العامه للبترول اللي هي مشرفه وبتنظم. وانا ده شرف لينا طبعا، احنا نعرض طبعا مهندس طارق المولى اللي هو وزير البترول، نعرض عليه الموضوع. يا ريت يا ريت ونغطي الدوري الداخلي لشركه البترول عندكم. حصلت على مش حصلت، انا وصلت للنهائي في بطوله العالم للصداقه مع الشركه برضو، بس دي وقفت عشان خاطر الاحداث اللي فاتت. يعني المفروض كان النهائي ده هيتلعب وتوقف، وصلنا النهائي ما كان في شركات عالميه زي توتال وشيل والبحرانيه، والحمد لله صعدنا للمباراه النهائيه قدام الهيئه العامه للبترول، والمباراه متوقفه حتى الان لحين اشعار اخر. تمام تمام. طيب يا كابتن احمد، عايز اعرف حضرتك بخصوص اكاديميه جونيور، نرجع تاني لموضوع اكاديميه جونيور، عايز اعرف بخصوص اكاديميه جونيور، في ناس سافرت عملت معايشات؟ احنا هنا لسه واخدين التصريح من جونيور السنه دي. تمام، لسه اول سنه ثاني يعني. سنه ثاني سنه، اول سنه كانت تاسيس لسه، بس انت متابع معاهم على طول، متواصل مع الاداره، متواصل وهم اي بص انا هقول لحضرتك برضك في اللي هنرجع للبشتون. دي عدد اكاديميات جونيور حول العالم 244 اكاديميه. تمام، عددنا 46387 لاعب، يعني انا لو جيت بكره ايدت لاعب هيزيد لهنا، هيزيد هنا، هيزيد هنا على طول. ب 455 فرع. تمام يا كابتن. مدرسه حول العالم برضه. تمام. عندنا هنا بننظم برضك في جونيور كاس عالم، كاس عالم في الاكاديميات. تمام. سنويا بيتنظم في سنه، كل سنه بيدي اللاعب روح ان هو بيلعب كاس عالم، ان هو من صغره بنأهله ان انت رايح تلعب كاس عالم، حلمك. تمام يا كابتن. ونعمل له كاس عالم، هو كاس عالم. تمام، يبقى حلم الولد وهو طالع انه يلعب كاس عالم، خلاص خد على كده وتعايش البطوله. تمام. فلما يجي لما يكبر بقى ان شاء الله ويوصل ويلعب منتخب مصر، موضوع كاس العالم ده مش هيبقى رهبه. تمام خلاص كتنا. نطلع يا جماعه فاصل ونرجع لكم تاني من جديد. عدنا اليكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، وطبعا نرجع تاني للكابتن احمد. هنتكلم يا كابتن احمد عن طبعا عارف ان حضرتك ماسك مشرف عام على الكره النسائيه في نادي اتحاد الشرطه. فيا ريت حضرتك تكلمنا عن فريق الكره النسائيه داخل اتحاد الشرطه الرياضي. احنا ماسكين او لسه بننظم كجونيور، واخدين اشراف على الاكاديميات. احنا عارف ان جونيور مش بتعمل اكاديميات خاصه بس لنفسها، لا دي ممكن تشرف على جميع اكاديميات داخل نوادي جمهوريه مصر العربيه، للي حابب يعني انه يشترك وانه نشرف له على الاكاديميه بتاعته. وبالتالي من ضمن الاجنده بتاعتنا اللي احنا قدمناها لاتحاد الشرطه، اللي احنا ناسس لهم فريق اول يلعب دوري كره نسائيه وناشئات واكاديميه كره نسائيه. تمام. طبعا انت حضرتك سمعت امبارح ان شهر اكتوبر هيرجع طبعا استئناف الدوري تاني من جديد، الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه، واستئناف دوري الكره النسائيه وكره الصالات. فعايزين نعرف كيف ترى اعلان اتحاد كره استئناف الدوري من بدايه شهر اكتوبر. والله ده انا فرحت اول ما سمعت الخبر، وانا عرفت ان هو ما يعملوا الجداول اللي بين اللي جايين دول كمان. تمام. الدكتورة سهر عبد الحق. تمام. عرضت الموضوع واديتنا بشرى، وانا فرحان طبعا. تمام. يعني عودة النشاط الرياضي والكره النسائيه، الكره النسائيه مظلومه شويه هنا في مصر يعني. تمام. عايزين نديها حقها اعلاميا. ما هي طبعا مقصرين يعني معاهم اعلاميا على فكره، عندهم مشاكل كتير قوي قوي. هم كام فرقه يا كابتن في الدوري الكره النسائيه؟ الدور الاول 12 الممتاز، 12 فرقه، وده برضك نتكلم فيها يعني، انا اتكلمت فيها قبل كده وعايزها يعني، وتحت 25 فرقه، بيصعد فرقه وينزل فرقه، بيصعد فرقه وينزل فرقه. مش فين الطموح هنا بقى للبنت ولا اللاعيبه اللي بتوع؟ بعدين عمر البنت قصير في مجال كرة القدم، البنت على ما توصل سن النضوج الكروي بتبطل كرة، لأن بيخش عليها سن الزواج ومفيش مقابل مادي لاستمرارها في الكورة كحبها ليها. تمام. ومع حياتها الزوجية وحياتها الأسرية، خلي بالك البنت بتلعب ضغط على أهلها. تمام. مش عايز، ما هم هنا احنا في منتعب ومجتمع شرقي مش عايز يخلي البنت تلعب كورة. تمام. فبالتالي طب هو مفيش مقابل. طب ومفيش عقود على فكره البنات، مفيش عقود، دي مشكله يعني. يعني البنت بتقول همشي، يعني ممكن تبقى في عز نضجها الكروي وعز احتياج الفريق ليها، يعني ممكن تبقى بتلعب كوره وفجاه تقوم ماشي امشي، مش رابطها ولا في شرط جزاء ولا في حاجه، ومفيش عائد مادي. تمام. ما انتش رابطها باي حاجه، ولا رابط بعقد ولا باي حاجه. ما هو دي اللي برضك اللي من ضمن اسقاط الكره المصريه في مصر، دي لازم البنت يتعمل لها عقد، ولازم يبقى في راعي، ولازم يبقى في دخل للبنت. تمام. دي المعوقات اللي بتقابلك بتقابل الكره النسائيه في مصر عامه،
في مصر عامة. تمام مصر، ولازم يبقى في حاجات عقود واضحة لمستقبل البنت داخل جمهورية مصر العربية في الكرة النسائية، لأن لما يجي جوزها يجي يقول لها كورة ولا جواز كورة، لكن ما هو عشان طب ما أنت ما بتاخديش فلوس أو ما فيش عائد داخل لك، لا اهتم بالبيت. لكن اهتم لما اهتم ببيت اهتم وعادي ببيتك بقى، مفيش ما هو ما دعم. فيش دخل بقى، ما فيش. لكن لما يكون في عائد مادي واللاعيبة تحس إنها وظيفة موظفة بتاخد دخل يعيشها ماديا. هنتكلم في النقط دي بقى مع كابتن ميرفت فاروق، كابتن كابتن وادي ميرفت، دجلة ومنتخب مصر. ازيك كابتن ميرفت؟ تمام الحمد لله لحضرتك. الو، السلام عليكم كابتن ميرفت. ايوه معاك حضرتك. اهلا وسهلا كابتن ميرفت، اخبار حضرتك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. معايا كابتن احمد حسين، مشرف عام على الكره النسائيه في نادي اتحاد الشرطه. اهلا وسهلا، شرفت ازيك كابتن حضرتك. ميرفت، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. كابتن ميرفت، طبعا حضرتك عارفه ان الدوري هيرجع تاني من جديد في شهر اكتوبر بعد ما الجداول هتتعمل ان شاء الله، وكان في كلام في اتحاد الكوره الدكتوره سحر عبد الحق ان هي هترجع تاني النشاط الرياضي للكره النسائيه. طبعا عارف ان حضرتك بتلعبي في وادي دجله، كابتن فريق وادي دجله وكابتن منتخب مصر. لا هو انا مش كابتن وادي دجله، ولا انا بلعب في وادي دجله وبلعب في منتخب مصر يعني. تمام كابتن ميرفت، ايه دور دكتورة سحر عبد الحق في تطوير الكرة النسائية، وهل بدأت اللعبة في الانتشار؟ والله هو لحد دلوقتي احنا سامعين ان الفترة الجاية هيبقى في حاجات كويسة جدا، وهي من ساعة ما مسكت الكرة النسائية بصراحة وهي بتحاول تعمل حاجات كويسة لينا وبتحاول على قد ما تقدر. فنتمنى ان الفترة الجاية بقى يبقى فيه اهتمام وفي حاجات احسن من الاول يعني، يبقى في تطور بقى في الكورة، نبقى عشان احنا مظلومين جدا في الكورة مظلومين النسائية يعني، مظلومين. مش واخدين حقنا. تمام يا كابتن بيرفت، وحضرتك شايفة طبعا استئناف الدوري في بداية شهر اكتوبر، شايفة ايه النظام؟ ان شاء الله يعني احنا الحمد لله ماشيين ماشيين اول اول، في الدوري وربنا يكرم وناخد الدوري بإذن الله يعني. ماشيين اول في الدوري، ممتاز. وادي دجلة ماشي اول. تمام يا كابتن ميرفت، تمام. طبعا عايزين برضو نتكلم عن عدد الفرق اللي موجودة، ايه المعوقات اللي كانت بتقابلك وانتوا بتلعبوا في الدوري؟ والله احنا كل مشكلتنا في الدوري بس ان احنا كل سنة لازم فرقتين في ثلاثة ينسحبوا من الدوري ويبوظوا لنا الدوري ونبقى ماشيين كويس يعني. السنة دي يعني بالنسبة لنا أقوى دوري لعبته، لأن يعني السنة دي كان فعلا دوري جامد قوي، اللي هو كل الفرق احنا يعني الأول كنا ممكن نروح لأي فرقة كنا عارفين ان احنا نروح نكسب بالخمسة والستة ونروح. تمام لا تمام السنة دي كان في يعني كل الفرق بتلعب بقلب وروح، وبنروح مثلا ممكن نتعادل مع فرقة ممكن، فاهمة يعني؟ تمام احنا كان تمام الأول الدنيا كانت عالي بالنسبة لنا اللي بينافسنا كنت أنا طبعا لما بلعب في الطيران كنا بننافس دجلة، ودجلة كان بينافس الطيران، تمام إنما السنة دي طبعا صح. في الفرق كلها ما شاء الله كانت كويسة وكنا ماشيين كويس، بس هي جت بقى طبعا موضوع كورونا. بس بقول لك المشكلة بس في كل موسم لازم فرقتين ثلاثة ينسحبوا من الدوري عشان الفرقة دي معلش، هتنشف. احنا ان شاء الله برضو في الحلقات الجايه برضو ندي الكره هنحل النسائيه المشكلة حقها دي، ان شاء هنحل الله بعد المشكلة ما إن شاء بعد عوده الله. النشاط في اكتوبر تاني. شكرا كابتن ميرفت، اتصال حضرتك. ده الكلام اللي أنا قلته في من قبل المداخلة، مشاكل بتقابل، مفيش عقود، مفيش التزامات على اللاعبة، فبتمشي في أي وقت، بتوقع الفرقة، ما بيقدروش يكملوا. تمام يا كابتن احمد، طبعا برضو عايز اعرف قبل ما انهي اللقاء بتاعي مع حضرتك، عايز اتكلم كلمة للاعيبة كرة القدم على مستوى مصر الراغبين في الانضمام لأكاديمية جونيور الروسي، ومعايا برضو صور للأكاديمية على هو عايزين برضو نعقب عليه. بص الناحية هنا دي أكاديمية جونيور الروسي. دي اكاديمية جونيور الروسي. دي تمام صور من بره، وده ده فرع مصر المقاصة. احمد ده لاعب كويس على فكرة قوي، تمام المهاجم ان شاء الله، بيلعب يعني مصر المقاصة فرع المعادي. فرع المعادي ده، وان شاء الله يعني متبشر له بخير يعني، تمام منتخب مصر ان شاء الله. ماشي كابتن احمد، في نهاية الحلقة عايز اتكلم كلمة على كرة القدم على مستوى مصر الراغبين في الانضمام للأكاديمية جونيور الروسي، ونصيحة للاعبين الحاليين. والله انا الاهتمام بنفسهم شويه، لان عندنا احنا سن الولد من سن 12 لسن 18 سنه، في الامزجه بتبقى مختلفه شويه، بيبقى موهوب كويس قوي بس عنده دخل في سن الاهويه المزاجيه بتاعته
بتختلف يعني، يبقى اللاعب عنده طموح وليه والاهواء المزاجيه بتاعته بتوديه لناحيه تانيه. لا انا عايز ان هو يهتم بنفسه شويه، تمام، ويكون يا ريت في الناس المستثمرين بقى الرياضيين، بس قبل ما اختم الحلقه يكونوا عندهم في الاستثمار بتاعهم الرياضي. هنتكلم دي فيها ان شاء الله في حلقات برضه، هتكون موجود معانا بامر الله، هنتكلم على الاستثمار الرياضي في حلقات ان شاء الله، وان شاء الله اكاديميات تظهر معانا ولاعبين يظهروا معانا ان شاء الله، معانا ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله. تمام، طبعا نشكركم مشاهدينا الاعزاء في نهايه حلقتنا النهارده برنامج العالمي. طبعا بشكر الاستاذ محمد الملكي، الاستاذ نصر الشاهد، الاستاذ تامر، استاذ محمد فؤاد اللي هم معايا واقفين بجنبي قلبا وقالبا لنجاح هذا البرنامج بامر الله. طبعا شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.